الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. الشريط الثامن والأخير. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفاني. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجار. إن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان. خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. فصل في أرائكها وسرورها. فيها الأرائك وهي من سرور عليهن الحجال كثيرة الألوان. لا تستحق اسم الأرائك دون هاتك الحجال وذاك وضع لسان. بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان. أصل في أشجارها وظلالها وثمارها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال داني. كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان. أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان. وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان. وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان. أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني. أو أنه وسط خيار كله فالفحل فيه ليس ذا ثنيان. أو أنه لثمارنا ذو شبه في اسم ولون ليس يختلفان. لكن بهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجداني. فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان. قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان. يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متفقان.
يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان لم تنقطع أبدا ولم ترقب مسير الشمس من حمل إلى ميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيدان بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببياني قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان ومقطعتهم من الكرب الذي فيها ومن سعف من العقيان وثمارها ما فيه من عجم كأمثل القلال فجل ذو الإحسان وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني أوما سمعت بظل أصل واحد فيه لسير الراكب العجلان مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفنان ولقد روى الخدري أيضا أن طوب قدرها مئة بلا نقصان تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان أصل في سماع أهل الجنة قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان أتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني ما ظن سامعة بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني
نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الحقاني في ذاك آثار الروين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني ورواه يحيى شيخ الأوزعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو دعبه أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخ العرفان يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن فصل في أنهار الجنة أنهارها من أغير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفا ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك المواد كهذه لكنهما في اللفظ يجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان
فتظنها محلوبة من باقر أو ناقة أو ماعز أو ضاني. فصل في طعام أهل الجنة. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران. سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. فصل في شرابهم. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. ولخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني. يدعى بتسني من سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وذو التخليط مرجى أمره والحكم فيه لربه الديان. فصل في مصر في طعامهم وشرابهم وهضمه. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان. كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. لا غائط فيها ولا بول ولا مخ
نمط ولا بصق من الإنسان، ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. فصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الروس مراصة التجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق النوعان معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوق تلك البيوت وعاد ذا طيران. كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان. حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان. بيض وخضر ثم صفور ثم حمر شبهت بشقائق النعمان. لتقبلوا الدنس المقرب للبلا مل البلا أبدا بهن يدان. ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورى السيقان. لكن تراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني. فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة اللبطان. مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان. يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان. هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهى وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فزت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان. ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان. ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان.
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموقف على الراوي هو الفوقان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيبان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عن القربان. فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني. يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قراني. فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان. والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان. رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان، ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان. فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان. من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان. قصرت عليه طرفها من حسنه فالطرف في ذا الوجه للنسوان، أو أنها قصرت عليها طرفه من حسنها فالطرف للذكران. والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن. ولربما دلت إشارته على الثني فتلك إشارة لمعاني. هذا وليس القاصرات كمن عادت مقصورة فهما إذا صنفان. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحسان. لا تسبينك صورة من تحتها الدأ الدوي تبوء بالخسران. قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان. تنقاد للأندال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان.
ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن. وجمالها زور ومصنوع، فإن تركته لم تطمح لها العينان. طبعت على ترك الحفاظ، فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني. أو رام تقويما لها استعصت، ولم تقبل سوى التعويج والنقصان. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان. فالناقدون يرون ماذا تحته، والناس أكثرهم من العميان. أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان. والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان. فانظر مصارع من يليك، ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. ورغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي، ولم تظفر إلى ذا الآن. فاخطب من الرحمن خودا، ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى، فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد زمان. فصل. فاسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا، ومحاسنا من أكمل النسوان. حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها، فتراه مثل الشارب النشوان.
كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان. لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. وكلاهما مرآة صاحبه إذا مشى يبصر وجهه يريان. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. حمور الخدود ثغورهن لآلئ سد العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فوصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. في مغرس كالعاج تحسب أنه علي النقاء واحد الكثبان. لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان. لكنهن كوائب ونواهد فنهودهن كالطف الرمان. والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان. كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان. وعليه أحسن سرة في مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان. حق
من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان. قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان. وهو المطاع أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجبان. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. وإذا يجامعها تعود كمن تشت بكرا بغير دم ولا نقصان. فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران. ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان. شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب له مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان. والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه أن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. فصل. أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان. والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان. وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والآذان. لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وضع لسان. فملاحة التصوير قبل غنى جهة هي أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان.
أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان حصن عليه حارس من أعظم الحراس بأسا شأنه ذو شان وإذا أحس بداخل للحصن ولى هاربا فتراه دائم عاني ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مدى الأزمان وكذا رواه أبو هريرة أنها تنصاع بكرا للجماع الثاني لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان هذا وبعضهم يصحح عنه في التقسيم كالمولود من حبان فحديثه دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان يعطى المجامع قوة المئات التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان لا أن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون ضيعف الأركان ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه وذا في معجم الطبراني هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا خوران وأفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجناني ما هاهنا إلا النفار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء أعوانيا شرعا فأضحى البعل وهو العاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهواني فصل وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان فالطرف منه وقلبه ولسانه في الدهش والإعجاب والسبحان
والقلب قبل زفافها في عرسه، والعرس إثر العرس متصلان، حتى إذا ما واجهته تقابلا، أرأيت قط تقابل القمران؟ فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان؟ وسل المتيم أين خلف صبره، في أي واد أم بأي مكان؟ وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه، ووجه كم به للشمس من جريان؟ وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان؟ يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان؟ وتدور كاسات الرحيق عليهما بيكف أقمار من الولدان. يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى، ثم يتكئان فيضمها وتضمه. أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان؟ غاب الرقيب وغاب كل منكد، وهما بثوب الوصل مشتملان. أتراهما ضجرين من ذا العيش؟ لا، وحياة ربك ما هما ضجران. ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان. فوصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان. فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان. فرق لطيف بين ذاك وبين ذا، يدريه ذو شغل بهذا الشان. ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. سار الرفاق وخلفوك مع الأولى، قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني. ورأيت أكثر من ترى متخلفا، فتبعتهم ورضيت بالحرمان. لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا، وصحبت كل أماني. منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان. ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا أضعت وكنت ذا إمكان. فصل في ذكر الخلاف بين الناس، هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟ والناس بينهم خلاف، هل بها حبل؟ وفي هذا لهم قولان. فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان. وروى العقيلي الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن.
ألا توالدا في الجنان، رواه تعليقا محمد العظيم الشان، وحكاه عنه الترمذي، وقال إسحاق بن إبراهيم ذو الإتقان، لا يشتهى ولد بها، ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان. وروى هشام لابنه عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان، أن المنعم في الجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان، فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان. إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني، ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان. لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإسناد ليس بثاني، لولا حديث أبي رزين كان ذاك النص يقرب منه في التبيان. ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشرط الذي هو منتفي الوجدان، وبذاك رام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان. هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق وذي إيقان، ولربما جاءت لغير تحقق والعكس في إن ذاك وضع لسان. واحتج من نصر الولادة أن في الجنات سائر شهوة الإنسان، والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات في القرآن. فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان، واحتج من منع الولادة أنها ملزومة أمران ممتنعان، حيض وإنزال المني، وذلك الأمران في الجنات مفقودان. لكنما الموجود نوع غير معهود، فماذا النفي والإثبات متحدان. وروى صدي عن رسول الله أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان، بل لا مني ولا منية، هكذا يروي سليمان هو الطبراني. وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان، النفي للمعهود في الدنيا من الإلاد والإثبات نوع ثاني. والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بوزان، ذكرا وأنثى والذي هو ضده، وكذاك من أنثى بلا ذكران. والعكس أيضا مثل حواء منا هي أربع معلومة التبيان، وكذاك مولود الجنان يجوز أن يأتي بلا حيض ولا فيضان. والأمر في ذا ممكن في نفسي، والقطع ممتنع بلا برهان، فلذاك عندي الوقف حتى يستبين لي الصواب بفضل ذي الإحسان. فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم.
ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأتى به القرآن تصريحا وتعرضا هما بسياقه نوعان. وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان. وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان. وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن. ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان. وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان. وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان. وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان. ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان. لتفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان. ما فوق ذا التصريح شيء ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان. لو قال أبينا ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان. ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن. فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان. وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن. وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان. وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. وروى ابن ماجه مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن. بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان.
وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تراه منهم العينان. مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان. من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان. في ذا الحديث علوه وكلامه ومجيئه حتى يرى بعيان. هذه أصول الدين في مضمونه لقول جهم صاحب البهتان. وكذا حديث أبي هريرة ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان. فيه تجلى الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان. وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان. فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان. وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان. اجماع أهل العزم من رسل الإله وذاك اجماع على البرهان. لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان. أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان. يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان. إلا إذا ما قلدوا لسواهما فتراهم جيلا من العميان. ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان. هل يستوي هذا ومبصر رشده؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيرت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواه مسلم ببيان. ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قرآن. برواية الثقة الصدوق جريرا البجلي عمن جاء بالقرآن. أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن. أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان.
وألذ شيء للقلوب. فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهي وخطابي في جنة الحيوان. وأشد شيء في العذاب حجاب سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن. شوقا إليه ولذة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذا رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لكن ما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان. تبا له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان. وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن. فتراه في وعد ورسل الله في ود وذا من أعظم الكفران. فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة. أوما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان. فيقول جل جلاله هل أنتم راضون؟ قالوا نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان؟ فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن. ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان. منه إليه ليس ثم وساطة مذاك توبيخا مع الغفران. لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان. ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وهو في القرآن. وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان. فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني. هذا سماع مطلق وسماعنا القرآن في الدنيا فنوع ثاني.
والله يسمع قوله بوساطة وبدونها نوعان معروفان. فسماع موسى لم يكن بوساطة وسماعنا بتوسط الإنسان. من صير النوعين نوعا واحدا فمخالف للعقل والقرآن. فصل في يوم المزيد وما عد الله لهم فيه من الكرامة. أوما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان. هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فهاهنا قربان. قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان. هذا وأدناهم وما فيهم دني فوق ذاك المسك كالكثبان. ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان. فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان. فيقول ربي أمامنا أنت بغفره قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن مغفرتي التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك. ويظلهم إذ ذاك منه سحائب تأتي بمثل الوابل الهتان. بينهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان. فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان. فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس. فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان. يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان. يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان. قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعات الرضوان. لله سوق قد أقامتها الملائكة الكرام بكل ما إحسان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان.
فيرى امرأ من فوقه في حيات فيروعه ما تنظر العينان فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان وهل لذا السوق الذي من حله نل التهاني كلها بأماني يدعى بسوق تعرف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان وتجاره من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن أهل المروءة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أوان يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان وكنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلا ورحبا ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن قالوا وأنتم والذي أنشاكم قد زدتم حسنا على الإحسان لكن يحق لنا وقد كنا إذا جلساء رب العرش ذي الرضوان فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني فصل في خلود أهل الجنة فيها ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليهم هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان كلا ولا نوم هناك يكون إذ نوم وموت بيننا أخوان هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله فافهم مقتضى القرآن والجهم شيخ القوم أفناها وأفنى أهلها تبا لذا الفتان طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن الذبح لملك الموت أو إن ذلك مجاز لا حقيقة أوما سمعت بذبحه للموت بين المنزلين كذبحك بشضان حاشا لذا الملك الكريم وإنما هو موتنا المحتوم للإنسان والله ينشئ منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان
ينشي من الأعراض أجساما كذا، بالعكس كل قابل الإمكان. أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان. وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان. مذاك أمرا معنويا، بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. أوما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صور تجادل عنه يوم قيامة الأبدان؟ أوما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران، يشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان؟ أوما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان، في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان؟ أوما سمعت بأن ما تتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران؟ في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حبذا ذاك الشفيع الداني. أوما سمعت حديث صدقنا قد أتى في سورتين من أول الفرقان، فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان. شبههما بغمامتين وإن تشاء بغيايتين هما لذا مثلان. هذا مثال الأجر وهو فعالنا لتلاوة القرآن بالإحسان. أوما سمعت بقلبه سبحانه الأعيان من لون إلى ألوان، فالموت ينشيه لنا في صورة خلاقه حتى يرى بعيان. والموت مخلوق بنص الوحي، والمخلوق يقبل سائر الأكوان في نفسه وبنشأة أخرى بقدرة قالب الأعراض والأعيان. وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها، والكل ذو إمكان. لم يفهم الجهال هذا كله، فاتوا بتأويلات ذي البطلان. فمكذب ومؤول ومحير، ماذا قطعم حلاوة الإيمان؟ لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن. فثنى لنا العطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الهديان. إن قلت قال الله قال رسوله، فيقول جهلا أين قول فلان؟ فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلم الطيب والعمل الصالح. أوما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني. وغراس التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك عرسي، ماذا الذي قد فاته في مدة الإمكان؟ يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف يجتمعان؟
أرأيت لو أطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان؟ وكذاك لو عطلتها من بذرها ترجو المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن. وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان. وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتى به الشيخان. لن يدخل الجنات أصلا كادح بالسعي منه ولو على الأجفان. والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. لكن بالإثبات للتسبيب والباء التي للنفي بلا أثمان. والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من العرفان. فصل في إقامة الماتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. جليت عليك رئيس والله لو تجلى على صخر من الصوان. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقم من الكثبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر فالخنساء في أشجان. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان. أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود لعنين تزف إليهما ذا حيلة العنين في الغشيان. شمس تزف إلى ضرير مقاد يا محنة الحسناء بالعميان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رتب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت تنقاد نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذان. والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمان. فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان.
واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن، فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلت عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفد به وليس لديه من إيقان. أوليته هجرا وتحريفا وتفويضا وتأويلا بلا برهان، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان. يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتاه دان، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال أقدامان. خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمح للفاني. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظنهم بلا إيقان، بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان. والوقف مذهبك الذي تختاره، وإذا انت الإيمان للرجحان لم تؤثر الأدنى عليه، وقالت النفس التي اشتغلت على الشيطان. أتبيع نقدا حاصلا بنسيات بعد الممات وطيد الأكوان؟ لو أنه بنسيات الدنيا لهان الأمر، لكن في معاد ثاني. دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني، والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغاني لرأيت هذا كامنا فيها، ولو أمنت لألقته إلى الآذان. هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني، نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بأوان. أتبيع بنسيات في غير هذه الدار بعد قيامة الأبدان؟ هذا وإن جزمت بها قطعا ولكن حظها في حيز الإمكان. ما ذاك قطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأي عيان. فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان، واستنتجت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان. وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان. وضعت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان، واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان، ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان، وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان. فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان. فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان، يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران، فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الأزمان. لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران، بل لو ينال بأسر الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان.
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يثنيه حب ثاني. وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن، فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيمان. فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على خزف فاني. لكن ذا الإيمان يعلم أن هذا كالضلال وكل هذا فاني، كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وفجر رحيله بأذاني. وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زماني، وكزارة وافر الربيع بحسنها زالا معا فكلاهما خواني. أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجر بمستوى القيعان، أو كالأمان طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني. وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجروا بلا ثمان، أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجداني. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها وذا في غاية التبيان. وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان، أدخل بجهدك يصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعياني. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحاق ذو تبيان، وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان. هذا ولو عدلت الجناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان، لم يست منها كافرا من شربة ماء وكان حق بالحرمان. تالله ما عقل مر قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني، هذا وتفتي ثم تقضي حاكما بالحجر من سفه لدى الإنسان. إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان، فمن السفي حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران؟ والله لو أن القلوب شهدن منا كان شأن غير هذا الشان. نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني، يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها مع الحرمان. هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان؟ لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان، يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان، وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان. وإذا رأى ما تشتهيه نفسه قال انظر عقباه بعد زمان، وإذا أبت إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان. ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران، ويرى مصارع أهله من حوله وقلوبهم كمراجل النيران. أسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني، جاءوا فرادى مثل ما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان، ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو لجنان، تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان. صبروا قليلا فاستراحوا داعما يا عزة التوفيق للإنسان، حمدوا التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان.
وحدت بهم عزماتهم نحو العلا وسروا فما نزلوا إلى نعمان. باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان. رفعت لهم في السير علام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. فتسابق الأقوام وابتدروا لا كتسابق الفرسان يوم رهان. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرفه وأرشد إليه. يا أيها القاري لاجلس مجلس الحكم الأمين إن تابه خصمان، واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به مع القرآن. واصبر ولا تعجل بتكفير الذي قد قالها جهلا بلا برهان، واحبس لسانك برهة عن كفري حتى تعرضها بلا عدوان. فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزى لآخر دعوة الفرسان. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران. فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان، والقلب يعمى عن هداه كمثل ما تعمى وأعظم هذه العينان. هذا وإني بعد ممتحن بأربات وكلهم ذو أضغان، فظ غليظ جاهل متمالم ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متشدق متضلع بالجهل ذو ضلع من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان. يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان، قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا اشكوه للسلطان. قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يريد الملك مثل فلان، فأقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان. وإذا دعوكم للرسول وحكمه فادعوه للمعقول بالأذان. إذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن، واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت أو بأي مكان، وارفوا شهادتكم ومشوا حالا بل أصلحوها غاية الإمكان. وإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، قولوا عدالة مثلهم قطعية الأسنان وارضها بقول فلان. ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالقدح فيها غير ذي إمكان، من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان. وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الأديان. فصل في حال العدو الثاني. أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتك المرجل الملآن، لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان، أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن،
أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. فصل في حال العدو الثالث. والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة العميان فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان فإذا هم سألوه مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان. فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاشا الكلاب الآكل الأنتان خنزير طبع في خليقة ناطق متسوق بالكذب والبهتان كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونا والقوم للحمان يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا ثمان وفضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان ليزول عنه هذا الكساد فينفق الكلب العقور على قطع الضان فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غزان هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بايعة من مفلس مديان يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف في الآفاق والبلدان ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص الأقيان وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزهما إنهما مثلان. فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان بيد وإما باللسان فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان بحياة وجهك خير مسؤول به وبنور وجهك يا عظيم الشان وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا ثمان وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذاك الجان وبحق أسماء لك الحسنى معانيها نعوت المدح للرحمن وبحق حمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان وبأنك الله الإله الحق معبد الورى متقدس عن ثاني بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى التحتاني
وبك المعاذ ولا ملاذ سواك أنت غياث كل ملدد اللهفان من ذاك للمضطر يسمعه سواك يجيب دعوته مع العصيان إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني فاجعل قضاها بعض نعمك التي سبغت علينا منك كل زمان انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيما من سائر الإنسان ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان وأقر عين رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا ربي واجعل شر حزبينا فدا لخيارهم ولعسكر القرآن يا ربي واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداني يا ربي واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجنان يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل الفرقان يا رب إنهم هم الغرباء قد آووا إليك وأنت ذو الإحسان يا رب قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن ورضوا ولايتك التي من نالها نال الأمان ونال كل أمان ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الأذهان يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل مكان واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان.
واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم، فلأنت أهل العفو والغفران. ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان. مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه بإحسان وسلم تسليما كثيرا.